السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد سامي وهنكمل دردشة جافا. المرة دي هنتكلم في Eclipse IDE مرة تاني. كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ازاي نستخدم Maven عشان نعمل Automate لل Build Process، وازاي نعمل من خلال Maven جافا Project. جافا Project انت ممكن تستخدمه كجافا Standard Edition انك تعمل Desktop Application على سبيل المثال، وده متوقف عليك انت. في الحلقة دي احنا هنتكلم بشكل سريع عن سيرفر وازاي نعمل بميفن ويب ابليكيشن. سريعا نفتح ميفن، انا اسف، نفتح اكليبس. هنستخدم ميفن عشان نعمل اوتوميت للبيلد بروجكت بتاعنا من خلال بروجكت ومشروع ميفن، ونختار ميفن بروجكت نيكست. هنسيب كل شيء باي ديفولت، وهنختار من الارك تايب. ارك تايب لو نوع المشروع اللي احنا هنشتغل عليه، هنشتغل على مشروع ويب اب. ونكست مرة تاني. الجروب اي دي اللي هو الدومين بتاعك، الارتفاكت اي دي اسم المشروع، هنسمي المشروع برضو ويب اب. فينيش. في الحالة ده يظهر عندنا فولدر ويب اب، ولكن في عندي هنا مشكلة. هي دي الديباجنج، عايزين نعرف المشكلة دي منين بالظبط. هنتبع المشكلة، هنلاقيها في index.jsp. .jsp دي الصفحة اللي انت بتستخدمها في برنامج الجافا عشان تعمل فول ستاك ابليكيشن. هنا بتستخدمش HTML، بتستخدم HTML طبعا، ولكن الJSP جافا سيرفر بيج هي اسمها كده. دي الصفحة اللي احنا بنستخدمها في الجافا. بالجافا ويب اب انت كده عندك فول ستاك اب. هنا هتكتب الجافا الباك اند، وفي الويب اب هتكتب جواه كل الفرونت اند بتاعك، فاصبحت فول ستاك من خلال اي دي اي واحد زي اكليبس على سبيل المثال، ومن خلال لغة برمجة واحدة زي جافا. تمام، نتتبع المشكلة ونعرف فين المشكلة. هنقف عليها ونشوف ذا سوبر كلاس جافا دوت سيرفلت اتش تي تي بي wasn't found on the java build bus. ده معناه ان انا عندي مكتبة جافا جي اس بي سيرفلت مش موجودة. هو محتاج السيرفلت عشان يقدر يشغل ويشوف الجي اس بي، عشان يعمل كونفرت للجي اس بي الصفحة دي من خلال السيرفلت عشان جافا يقدر يقراها ويتعامل معاها على الباك اند. طالما انا عندي حاجة مش موجودة في البيلد باس، ده معناه ان المكتبة نفسها مش موجودة في البيلد باس، او انا عندي كونفليكت مثلا. فانا ممكن ابص على ميفن ديبندنسي، لو موجودة مفيش حاجة موجودة هنا، كل اللي عندي الجي يونت بس. تمام، وعندي في الجافا جافا ران تايم انفايرمنت مفيش عندي برضو حاجة موجودة. في الحالة دي فاكرين احنا لما اتكلمنا عن البوم فايل بروجكت، هنفتحه وهنبص على في الديبندنسي. ما عندناش هنا اي شيء بيدل ان احنا عندنا جافا سيرفلت. في الحالة دي هنروح على جوجل ونبدأ نبحث عن Maven Repository. Maven Repository Dependency. Maven Repository هندخل عليها وهنبحث هنا عن Servlet. تمام، و Search. بعد Search ظهر لنا Java Servlet API بالظبط، هي دي المطلوبة. وعندك ادي كل الاصدارات الموجوده، تقدر تختار منها الاصدار اللي تناسب المشروع بتاعك. مثلا هنختار بما ان الاصداره دي مستخدمه بشكل كبير، هنستخدمها اصدار 3. وهناخد كوبي لل ديبندنسي او المكان اللي متخزنه فيه اللايبراري، كوبي تو كليب بورد، وهنروح على مشروعنا وهنحط كنترول في. المفروض ان هو اول ما نعمل كنترول اس كسيف هيبدا بالظبط بيلد ورك سبيس وبيحمل المكتبه. لو تلاحظ اختفت عندي علامه الايرور اللي كانت موجوده هنا الحمراء، وعندي ما عنديش اي مشكله ظهرت في الحالي. Maven Dependency نقدر حتى نبص بالظبط ظهرت عندي جافا سيرفلت اي بي اي. تمام كده عندي المكتبه في البيلد باس وعندي الويب اب موجود. طب انا دلوقتي عندي ويب اب محتاج اشغله، بشتغل على السيرفر ران اون سيرفر. انا عندي بالفعل في سيرفر موجود توم كات. تمام بس انا عايز اوريك ازاي تعمل انت بنفسك سيرفر جوه برنامج الاكليبس. في الحاله دي هنروح على جوجل. سيرفر زي ما انت عارف هو عباره عن برنامج او جهاز
بينظم حركة الريسورس على النتورك. في عندنا نوعين من السيرفر، في عندنا لوكال هوست سيرفر، توم كات اللي احنا نستخدمه حاليا نستخدمه على اللوكال هوست، وفي عندك بيبقى نتورك هوست زي اللي موجود اونلاين على سبيل المثال داتابيز اونلاين، دي تعتبر سيرفر عليها كل شيء متخزن كريسورس وانت بتتعامل مع الريسورس دي. تمام، هنخش ونكتب توم كات سيرفر توم كات داونلود على سبيل المثال، ونشوف اباتشي توم كات نفس الموضوع، عندك من داونلود عندك الاصدارات اللي انت محتاجها، برضو ده بيبقى على حسب مشروعك شغال باصدار ايه. تعال ناخد مثلا اصدار رقم 9 ويندوز 64 وهنعمل لها داونلود. انا فعليا عامل لها داونلود بس انا كنت بوريك الشكل العام. المهم هتاخد بعد كده بعد ما تعمل داونلود للمكتبة للسيرفر بتاعك، شو انا فولدر ماشي، هنفترض ان انا خدتها من الداونلود، خدتها كات وحطيتها في فولدر معين انا عارف مكانه، فكيت الضغط بتاعها اباتشي توم كات 9 موجودة جوه اهو، ده سيرفر بتاعي. تمام، انا محتاجة اتصل بيه من خلال اكليبس. ازاي اعمل كده؟ عندك طريقتين، ممكن من خلال سيرفرز اللي موجودة تحت. نفترض ان انت مش موجود عندك كلمة سيرفرز زي كده، تظهرها هنا منين؟ ويندو شو فيو، وهتختار هنا سيرفرز موجودة مش موجودة، نبص في اذر وبالظبط عندك سيرفر سيرفرز وتقول له اوبن، فتحت معاك. انا عندي سيرفر بالفعل موجود، ولكن انت تقدر تضيف اكتر من سيرفر، فهنعمل رايت كليك ونقول له نيو سيرفر. هيطلب منك اصدارة السيرفر اللي انت هتحطه، لان هنا في برضو بلجن هو اللي بيقرا السيرفر ده عشان يعمل توافق ما بين الاي دي اي والسيرفر اللي موجود على الجهاز. انا حملت سيرفر 9، هدوس على 9 وهعمل نيكست. ثواني، انا بالفعل موجود عندي 9. تمام، كنت عايز بس اوريك انا بحمله منين. ريموف ابلاي اند كلوز كانسل، مره تاني نيو سيرفر، واخترت توم كات 9 نيكست. ظهرت لي توم كات سيرفر سبيسيفاي ذا انستليشن دايركتوري، انت محتاج تعرف اكليبس فين الدايركتوري اللي متسطب فيه توم كات 9. تقول له براوز وهتبدا تبحث عندك انت مخزنه فين. انا مخزنه تحت البارتيشن سي فولدر ديف بروجرامز، وادي عندي الفولدر اللي جواه توم كات 9 سيلكت فولدر. بالنسبه انستولج جافا ران تايم انفايرمنت انت خليها ديفولت جي ار اي، انا عندي مثلا بستخدم 11 و8 احيانا، هو باي ديفولت هياخد الاكليبس بشغال عليه. نيكست، عندك ويب اب لو حبيت تضيفه مباشره، هنفترض ان احنا مش عايزين نضيفه هنقول له فينش. تمام، دلوقتي عندك 2 سيرفر انت محتاج تشغل حد فيهم، البرنامج بتاعك حاليا مش موجود في اي سيرفر منهم، فانت محتاج اولا ان سيرفر من دول يشوفه. تعمل ازاي؟ من خلال رايت كليك على اسم السيرفر وهتقول اد اند ريموف، وادي من اد تختار ويب اب وتقول له اد كسيرفر فينش. كده اصبح عندك موجود الويب اب ابلكيشن بتاعك موجود هنا تحت السيرفر 9 لتوم كات. تمام، انا عندي دلوقتي عايزين نختبر هل السيرفر شغال ولا لا من خلال ان احنا مرة تانية src main web app ونشوف ال index.jsp في ال h2 ظهر لي كلمة hello world. تعال نعمل حاجة تانية برضو ونكتب على سبيل المثال paragraph كده ونكتب جواه server test ونقفل الباراجراف، control s عشان نعمل save و right click ونختار run as run on server. هيبدا يديك اختيار عايز انه سيرفر مين فيهم، هتقول له 9 عشان يشغله، نيكست موجود فينش. فود ان هو السيرفر اهو ستارتنج، السيرفر بتاعنا بدا يشتغل وهتظهر عندنا الصفحه اهو، ظهرت عندنا صفحه الانترنت اللي احنا كنا محتاجين نعمل لها تيست. كده انت اصبح عندك صفحه النت بتاعتك جاهزه، تقدر تشتغل على تصميمها زي ما انت عايز، مفيش ادنى مشكله. وبعد كده صفحة HTML عادية
ونفس الاستراكشر للفرونت اند بتعمله جوه الويب اب. هتعمل مثلا صفحه للاتش فولدر للاتش تي ام ال، فولدر للسي اس اس، اصبح عندك الويب اب هنا. لو تفتكر لما اتكلمنا على الام في سي، الويب اب هنا هو بيمثل الجزء الخاص بفيو. وانت بعد كده هتعمل هنا الباكج بتاعك سورس مين ريسورس، الباكج بتاعك انا اسف اللي جوه مين، هتعمل جواه بعد كده الباك اند الخاصه بيك من خلال الموديل والكنترولر. دي هيبقى لها شرح تاني في سلسله هندردش جافا، ولكن انا حبيت بشكل سريع ان انا اشرح ازاي استخدم سيرفر جوه اكليبس، وازاي ابني ويب اب ابلكيشن فول ستاك باستخدام اكليبس اي دي اي مع مافن كبلاجنز. اتمنى يكون الشرح موفق وكان سريع، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه بامر الله. كان معكم احمد سامي وهنكمل دردشه برمجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.